اهلا بيكم احبائي في حلقه جديده من برنامج مدرب الحياه. الموضوع اللي عايز اتكلم فيه النهارده بيقابلني كتير لما بقى مع ناس واسمع مشاكلهم وتحدياتهم. حد يقول ايه، سواء راجل او ست، حد يقول ازاي اتعامل مع شريك الحياه اللي دايما يستفزني، يعني دايما يستفزني. والموضوع ده ممكن يحصل في البيت وممكن كمان في الشغل، مديرك دايما بيستفزك او شريكك او صديقك في العمل. ازاي تتعامل مع شخصيه انسان بيستفزك باستمرار؟ فمن علوم التنمية البشرية أقول لهم إيه؟ قبل ما أعالج إزاي أتعامل مع شخص اللي بيستفزني، أشوف إيه سبب الاستفزاز وعالجه في الأول، صح؟ فهندور دلوقتي على السبب ونعالجه أحسن، لأن الاستفزاز ده النتيجة. بدل ما نتكلم عن النتيجة نتكلم عن السبب نفسه. يعني يكون واحد درجة الحرارة بتاعته عالية، مش مهم ننزل درجة حرارته، المهم إن الدكتور يفكر سبب ارتفاع الحرارة إيه عشان نعالج الموضوع ده. فلازم نعرف ايه سبب الاستفزاز، دي حته مهمه. فبنقول ايه لاي انسان؟ حط نفسك مطرح الشخص التاني، حط نفسك مطرحه في سنه، في ظروفه، في مسؤولياته، في امكانياته، في تربيته، في تعليمه، في حاجات كتيره، واشعر بيه. يمكن انت لو اتحطيت في نفس ظروفه كنت اتصرفت بنفس الطريقه. ممكن جدا لو انت عندك المسؤوليه انك انت تبقى المدير او تبقى انت رئيس مجلس الاداره او تبقى صاحب المشروع، يمكن كنت تصرفت بنفس الطريقه. فدي نمره واحد. نمره اتنين، لما احط نفسي مطرحه ممكن جدا اكون انا بعمل حاجه خليته يستفزني، يبقى المشكله عندي انا. فلما احط نفسي مطرحه ممكن جدا اعرف صح، ما انا بعمل كذا عشان كده هو بيستفزني، ما انا بعمل كذا عشان هو كده بيستفزني. نمره ثلاثة، ايه الحاجه الايجابيه اللي بتعود عليه لما يعمل معايا كده؟ حته مهمه جدا، ليه بيعمل معايا كده؟ يمكن بيعمل كده علشان عايزني اتغير، والتغيير ده في صالحي او في صالح الشغل او في صالح الاسره. يمكن بيعمل كده علشان ينبهني ان في حاجه انت ما بتعملهاش والحاجه دي مهمه بالنسبه له. عارفين بدلت اسئله دول لما نقعد نفكر فيهم باستمرار، حط نفسي مطرح الشخص التاني، يمكن لما اتحط في المسؤوليه بتاعته صار بنفس الطريقه. اشوف انا بعمل ايه خليته يستفزني، يمكن السبب مشكله عندي انا. نمره ثلاثة، اقعد افكر بيني وبين نفسي، طب الراجل بيستفزني ايه الهدف الايجابي وراء الاستفزاز ده؟ لان وراء اي سلوك الانسان بيعمله فيه هدف ايجابي. فانا مش عايز نعالج ازاي اتعامل معاه وهو هو بيعمل معايا كده، ازاي اخليه ما يعملش معايا كده من البدايه. أعالج السبب الأساسي اللي خليه بيعمل بالطريقة دي. عارفين لو حطينا في دماغنا الثلاث نقط دول وفكرنا فيهم كويس بعمق، وشفنا إن إحنا فعلا ممكن جدا نكون إحنا السبب في الموضوع ده، ممكن نحل حاجات كتير جدا جدا داخل بيوتنا. كلنا بنحكم وإحنا في المكان بتاعنا، ما جربناش نقف في مكان الشخص التاني ونحس بيه، ساعتها الأمور هتختلف كتير. سر النجاح أن أرى الأمور من خلال وجهة نظر الشخص الآخر، ايا كان الشخص الاخر. هو ده سر النجاح، احط نفسي مطرحه واشعر بيه. يبقى انا عالج الاستفزاز من البدايه، سببه ايه مش نتيجته ايه. حياتي كلها تتغير ان شاء الله. ربنا يعيشكم دايما في سلام. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.